يعني 60 سنة 45 سنة انتهى الحكم، حتى المؤبد انتهى. إنسان عليه جريمة أو هو أنت يعني شاك فيه ولاء، شاك فيه، يا أخي اسجنه، أخذ القضاء، خلي القضاء ياخذ حقه منه، لكن لا تخليه عايش في هالدنيا وهو مذلول مذلول. إذا بغى يطلع البطاقة يطلعها ويخشها، ما يبي أحد يشوف مقيم بصورة غير قانونية. هذا هو يعني يجبرني أن أنا أحط جنسية لا هي جنسيتي، إثبات لا هو إثباتي، يحط لي أن أنا عراقية واكتب في سجلات الدولة أن أنا عراقية وأنا ما أملك هالإثبات العراقي هذا. عطني هذا الإثبات العراقي وأنا أروح أعيش، راح أعيش، الله اللي كاتب الرزق، لكن أنت تحط علي عراقي. قالوا جزر القمر، إحنا من الناس اللي وافقنا يلا بنروح جزر القمر. المهم إنه هالملف، إنه هالملف، وين جزر القمر؟ وين؟ ما في شيء.